السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا أختي، انشطي انشطي، دعك من الكسل وتعوذي بالله من الكسل. ما السؤال؟ ربنا يكرمك. لو سمحت كنت بسأل حضرتك، أنا زوجي شغال في شركة، هو مصمم جرافيك وشغال في شركة ايه؟ مع بنات وكده، فالبنات دول متبرجات أصلا، هو شيخ وأخ، فأنا يعني على طول لازم في مشاكل في البيت بسبب القضية دي. هو بيقول لي لأ عادي، ده هو أصلا في الرجال إن هما يشتغلوا والنساء يرجعوا في البيت، فأنا مش هشتغل يعني مش هو هقدر. لا، في عمل آخر أنت مرشحاه له ولا تريدين أنه يجلس جنبك في البيت؟ لا هو في شركات تانية، بس هو شايف إن هو الشركة دي بيتقدم فيها وكده، ولو في حفلات ممكن يقعد معاهم في حفلة واحدة، ياكلوا سوا ويشربوا سوا وممكن يتكلموا. فهو بيقول لي يعني أنا مش ملاك، أنا مش بغلط، بس أنا بقى المشكلة إن هو بيجي يقول لي أنت بقى مالكيش حق إن أنت تكلميني وأقول له الفلوس دي مفيهاش بركة، مع إنه بيقبض مبلغ كبير، ويجي يوم 10 ما نلاقيش الفلوس، أقول له عشان مفيش بركة في الرزق، يقول لي لأ هي الدنيا غالية هي كده، وأنت ما بغيريش وأنت، وعلى طول يتهمني إن أنا اللي بغير. خلاص أنا أقول لك شيئا يا أختي، أنت ذكريه بالله فقط ولا تتبعيه في ذهابه وإيابه، يعني قللي الغيرة شوية في هذا الصدد. أنت هو فعلا انصحيه فقط لله، في ذنب ولا لا؟ ما يسألني أنا أجاوبه، أنا مش هاخذ كلامك وأقول لك زوجك مذنب دون أن أسمع منه. ممكن الغيرة تحملك على وصفي بما ليس فيه. شكرا.